السلام عليكم أعزائي، أهلا وسهلا بكم في قناة أنفو إليكماتيك. سنرى في هذا الدرس طريقة عمل نسخة لجهاز الريموت كنترول للتحكم في التلفاز، بحيث سنشتغل على زرين، زر للصعود في القنوات وزر آخر للنزول. إذا على بركة الله. إذا سنحتاج في هذه التجربة إلى لوحة أردوينو أونو أو أي نوع آخر، بالإضافة إلى كيبل USB لربط هذه اللوحة بالحاسوب. سنحتاج أيضا إلى LED مرسل للأشعة تحت الحمراء، وسنحتاج كذلك إلى مقاومتين 10 كيلو أوم لكل منهما، وسنحتاج أيضا إلى زرين للتنقل بين القنوات صعودا ونزولا. سنحتاج كذلك إلى أسلاك للربط، وإلى لوحة بريد بورد لتسهيل عملية التوصيل. الدارة التالية توضح طريقة ربط المكونات. كملاحظة يمكن استعمال لوحة أردوينو نانو في دارة مطبوعة يتم تلحيمها لنحصل على ريموت كنترول صغير الحجم. والآن نمر إلى شرح الكود. في السطر الأول من الكود سنقوم باستدعاء ملف الهيدر arremote.h، والذي يوجد في مكتبة الأشعة تحت الحمراء، تجدونها في الديسكريبشن. في هذا السطر قمنا بتعريف متغير ثابت من نوع انتجر وسميناه button up، وأعطيناه القيمة 8، أي رقم المنفذ 8 في لوحة الأردوينو. في هذا السطر قمنا بتعريف متغير ثابت من نوع انتجر button down، وأعطيناه الرقم 6، يعني رقم المنفذ 6 في لوحة الأردوينو. في هذا السطر قمنا بإنشاء كائن مرسل Object AR Send، والذي سيتولى مراقبة الليد عبر المنفذ رقم 3 في لوحة الأردوينو. بالنسبة للدالة Setup، في هذين السطرين قمنا بتهيئة المنفذين رقم 8 ورقم 6 ليكونا مدخلين. في الدالة التكرارية loop هناك شرطين. الشرط الأول يتعلق ب button up، في حالة تم الضغط على هذا الزر فإن البرنامج سيقوم بإرسال كود إلى جهاز الاستقبال. بالنسبة للرقم 32 يمثل عدد البتات. هذا الكود يمكن استعماله بالديسيمال أو الهكساديسيمال أو بيناري. رأينا في درس سابق كيف نحصل على هذا الكود. للمزيد من المعلومات انظر الفيديو في الديسكريبشن لطريقة فك تشفير أي جهاز ريموت كنترول. هذه الأكواد في البرنامج تخص جهاز تحكم للتلفاز عندي. يتعلق الأمر بزري التنقل بين القنوات نحو الأعلى ونحو الأسفل. بالنسبة للشرط الثاني من الدالة loop، يتعلق الأمر ب button down، في حالة تم الضغط على هذا الزر فإنه سيقوم البرنامج بإرسال كود إلى جهاز الاستقبال. في هذا السطر سيتوقف البرنامج لمدة 200 ملي ثانية. بعد الانتهاء من الكود سنقوم بعمل verify للتحقق من عدم وجود أخطاء في البرنامج، ثم بعد ذلك سنقوم بعمل upload لتحميل البرنامج إلى لوحة الأردوينو. والآن لنمر إلى معاينة نتائج التجربة.
وفي الأخير أعزائي نتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. إذا لا تنسوا لايك سبسكرايب شير وشكرا، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصل